مشاهدينا في كل مكان بنتابع معاكم القضية اللي هزت محافظة دمياط حزنا على الشاب محمد اللي راح ضحية الغدر. تفاصيل كتير هنعرفها من أهله اللي بيطالبوا بالقصاص. قولي لنا ايه اللي حصل؟ أنا أم محمد وأنا بطلب القصاص في حق ابني، واللي حصل ده من سبب حتة طيارة. الطيارة اصلا ماش بتاعت اللي جانا على ابني ده، هو عايز يسرقها من عيل وابني عشان بيحوش عن العيل الصغير. ما هوش يعني ما هو ملوش في الطيارة اصلا، هو التاني مسك في ابني وراح جاب عمه وجاب ابوه وجاب جوز خالته وجاب الدنيا كلها، وجي يجري قدام بيت صاحب ابني عشان ابني كان راح وصل عند صاحبه، وجوهم عشان اتجاب له في الاول خالص كانت شكل، وده يضرب في ده وده يضرب في ده، وابني ومحمود وكله بيضرب في بعض، وفي الاخر طلع مطوه من جيبه وعايز يضرب ابني في رقبته. فصاحبه شاف المنظر حط ايده، الاوتار بتاعت ايده 3 اوتار اتقطعوا في نفس اليوم، ودخل عمليات في المستشفى العام، عمل عمليات في الاوتار بتاعته. ده يوم الحد، يوم السبت يوم، وجه في نفس اليوم بعد ما صاحبه اتنقل الى المستشفى جيهم يهددونا تحت البيت ويقولوا احنا لازم نجيب حق ابننا، لو ما جبناش حق ابننا ده على رقبتنا. فجوزي قال له ماليش بركه الا انت وكده، وابني قال له ما تقولش ماليش بركه الا انت لحد، رد القتيل وشتم وشتمني بشتمه مش كويسه، وهعمل فمك يا ابن المره مش عارفه، وشتم شتمه مش كويسه. فجرى جوزي واخواته ورا ابني وقال له انت مبسوط كده للهزقه اللي احنا اتهزقناها من سبب ناس بنقول لهم مالناش بركه الا انت، ومش قادرين يقبلوا الاسف بتاعنا. جرى ابني واخواته وابوه، والاخر جوزي بس دماغه ورضاه وما فيش اي حاجه، ومشى الكلام ده كله قبل الفطار. جم بعد الفطار ابنك تحت البيت برضو تاني للمرة التانية، وبعدين راح جوزي صلاة التراويح، وهو خارج من صلاة التراويح قبله واحد واثنين وثلاث، وحيد متربص لابنك على الطريق وماسك له مطوة وهيموته. جوزي قاعد يدور على واحد لما جابه ودخله الورشة عندنا وصلحه، وقال له انا ماليش بركة الا انت ووحيد ومحمد زي اولادك، وهجيب محمد يتأسف لك وكله. قال له خلاص يا عم مجد، انا عشان خاطرك مانيش خلاص، انا خلاص متراضيت وكده. راح نسيبه قال له انت ما تترضاش مع الناس دي، انا لازم ان اندمهم على ابنهم، لو خرج في اي مكان ولا طلع على طريق ولا اي حاجه انا هندمهم عليه. هم مش عارفين يربوه، احنا هنربوه، احنا هنربوه لهم وهندمهم عليه. كل التهديد ده من يوم السبت اللي هو اتضرب فيه صاحبه. جه يوم الحد قبل الفطار بربع ساعه، ابني جاب علبه جل واتسرح ونزل بيقعد على قهوة كده جنب البيت. لا ما راحش القهوة، كان عند بيت محمود. لا كان هناك، وبعدين رجع عند بيت محمود، وبعدين نادى عليه قال له ايوه يا وحيد انا سامع ان انت بتدور عليا. قال له ايوه بدور عليك. قال له عايز ايه يا وحيد؟ قال له احرز، انت لو طلعت عند المعصرة انا هقطع رقبتك. قال له ليه؟ مش احنا اتصالحنا وما فيش اي حاجة؟ قال له لا انا ما اتصالحتش ومش هتنزل عن حق عن قطع رقبتك. قال له طيب، انا محمد ما كانش من النوع اللي بيخاف. قال له انا هطلع لك على الطريق وشوف انت عايز تعمل ايه اعمله. قال له والله لسه استنى اما تطلع على الطريق. وطلع المطوه، كانت مرات اخوه واقفه ساعه المنظر ده في البلكونه، قام طلع المطوه وضربه في قلبه على طول، ما كانش الا هو وصاحبه بس اللي في قلب اللي في قلب المكان. وبعد كده الناس اتنشرت واتلمت وراحوا، والناس جرت بقى. انا عم انزل لقيت ابني نايم ميت، ما شفتش ابني خالص، لو هو مش شال على مكنه ولا لحقت اقول له فيك ايه ولا بيك ايه ولا عايز تقول لي ايه، ولا حضنته ولا شفته ولا اي حاجه في الدنيا. انا كان نفسي بس احضنه ويكلمني يقول لي كلمه واحده بس، ربنا ينتهي منه وحسب الله ونعم الوكيل في الغدر في ابني. انا ماني طالبه فيهم القصاص، انا طالبه حق ابني القصاص فيهم الاثنين، عشان واحد حرض وواحد نفذ، واحنا ما عملناش فيهم حاجه. واللي قتل ده عنده عيال من دار ابني، عنده قده ما يعني دارك، وعارف هو عايز يعمل ايه وبيأذيه، هو فاهم هو بيأذيه ازاي وعايز يأذيه،
وحسب الله ونعم الوكيل فيه. انا بطلب القصاص وبطلب الحكومه وبطلب كل الجهات العامه تقف جنبي، وانا احنا ناس على قدنا، مش احنا ناس زيهم، ومش هنقول زيهم ان احنا بنبيع ارض وهنطلع جنينة. هما بيبيعوا اراضي، عندهم اراضي وعندهم فلوس، احنا ما عندناش الا ربنا سبحانه وتعالى، وموكلين اللي بيغفل ولا ينام فيهم. انا مش عايزه الا القصاص فيهم بس، وعايزه العداله بس تجيب حق ابني، مش عايزه اكتر من كده. بتطلب بايه يا حاج؟ انا بطالب بالقصاص للي قتل ابني. اللي ابني راح شهيد بغدر، غدر من راجل كبير مش صغير. كانوا عياله هيتصالحوا. انت رحت رضيته؟ ورضيته بوسط دماغه، وبعتت ولادي رضوه وجابوه في عندنا في البيت تحت البيت ورضوه وبوسط دماغه، قعدوا وشربوا القهوه وكله وخلاص، ما فيش اي حاجه. ما تخيلتوش ان ده يحصل بسبب طياره ورق؟ ما تخيلناش، لان احنا ما احنا ناس مسامحين. كان ابني شتم ابنه، كان ضربه، كان هو راجل كبير لو ضربه والله ما ابني ما كان متكلم، لان هو ابني محترم، ولو كان اتضرب كان مشي، كان اتضرب خلاص مشي وما كانش هيتكلم. لكن انت بتتعرض له يا راجل يا كبير، انت وعمه بتعملوا عقلكم بعقل عيل صغير، وعمه ماسك سكينه وابوه ماسك سكينه وبيلفوا على الولا في المكان عيل. كل ده عشان يرجع طياره لصاحبها ويخليها، خليها طياره، خليها اقول لك، خليها عربيه، خليها موتوسيكل، خليها اي حاجه، مش حاجه بسيطه، خليها حاجه كبيره بيرجعها لصاحبها يعني. انت راجل بتضربه تموته، وتيجي تضربني انا كمان، انت والراجل اللي معاك تضربوني وتشتموني، واسال الراجل اقول له انت موتوا ابني، يقول لي ما يموت ولا يتحرق، من اللي قال لهم موتوه؟ عشان احنا ضعاف، ما احناش من البلد. احنا لو من اهل البلد، من اهل البصرطه، من اهلهم، مش فارقه من اهلها او لا، لو من اهليه مش هيقدروا يعملوا معاهم كده. بصرطه ناس كتير بتحبنا، والناس كلها بيحترموني والله كل البلد بتحترمني، لان انا راجل ما عمري ما غلطت في حد يا استاذ، مش بتاع مشاكل، مش عمري ما عملت مشكله مع واحد. انا لو ابني يعني واحد ماسكه وشتمه وضربه، انا باجي على ابني، انا باجي على ابني، واصحابه كلهم عارفين الكلام ده. انت تم اصابتك، احكي لنا اللي حصل معاك. اللي حصل اول يوم ان انا واقف عند الورشه لسه مخلص شغل وكده، المهم لقيت محمد جاي بيجري، بقول له لقيته بيقول لي ده حصل 1 2 3 طياره قطعت، فاخدتها اديها العيال الصغير بتاعته. فابني واحد اجى بيشتمني ضربته مش عارف بالقلم، قام واحد قام جاي يجري عليها بسكينه وانا واقف عند المقصره، فجاي يجري عندي عند الورشه. فالمهم طارق اللي هو اخو واحد ده واقف بيكلم مين؟ محمد، والولد الصغير اللي هو ابن وحيد واقف مع طارق. فالمهم الاثنين بيتكلموا بالعقل، لقيت واحد دول قام جاي فتح المطوه وجاي من ورا كده على محمد على اخواني وجاي يجري عليه، قمت مصدق خلاص يا وحيد، قام خبطني في ايدي، قمت على 3 أوطار وقعد يشتم بقى وطلع سكينه وقعد يجري حوالين محمد هناك. قعد يضرب جاي طارق واحمد، مصمم ان هو يضرب. ايوه طارق واحمد جاي قاعدين مين؟ محمد. قلت له راح المستشفى، الكلام ده ساعة الفطار بالظبط. احمد رن عليه بعد الفطار بشويه، قلت له احمد انا كنت بحوش وهصلح، مش هشتم ولا حاجه، انا الصادق. المهم قال لي تاني يوم بكره هتنزل للصاله، فنزل العصر رحت استنى عند واحد صاحبي في الورشه عنده، استنى مين؟ احمد. لقيت الخبر جاي له وانا قاعد، محمد اتخبطه في المستشفى. فقابلت واحد على السكه وانا رايح، واللي انا موتته والدار لسه عليه. رحنا المركز انا وطارق نشتكي بقى بدرعنا، ما اشتكتش امبارح، هشتكي النهارده. لقيتهم قابلنا داخل المركز، داخل جوه يشتكينا انا، يعني بعد ما خبطوا وقتلوا رايح يسبق ويشتكي. ما هم اتمسكوا كده في نفس الوقت، هم لولا لو كانوا عرفوا الابن مات كانوا طفش وما اتمسكوش. راح يشتكينا في وقته، قمت اخد طارق وسايبينه في خارجين، جينا المستشفى بكلم المحامي بقول له الدنيا فاقوا كده، لقيته بيقول لي عايز اقول لك حاجه وما تقولش لحد، بقول له قال لي محمد نام نص ساعه. قعدت مخبي بقى على طارق واحمد بتاع لما هم كنتوا ساعتها في المركز؟ لا واحنا في المستشفى، رحنا المستشفى.
هم قاعدين بتاع الساعة. انا ابني دخل عمليات، هو مات قبل ما يعمل العمليه، فتحوا له وقفلوا في ساعتها. ما ابني ما عملش العمليه اصلا، هم قالوا عمليه قلب مفتوح. مجرد ما ابني دخل العمليات، المفروض عمليه قلب مفتوح ده اقل حاجه 5 ساعات او 6 ساعات. كان توفى بقى، كان توفى في ايدهم مجرد ما دخل العمليات، ما قالش اي حاجه ولا. وكل النهارده طلبتوا تتكلموا بعد طبعا التحقيقات ما زالت لسه قضية التحقيق عشان تطالبوا بالقصاص. انا بنطلب حق ابني القصاص، انا مش عايزه حق غير كده. ولو الحكومه لو هي شايفه اقل من كده في ابني، يبقى مانيش عارفه اتكلم واقول ايه. هو لغايه الوقت القانون ماشي معايا حلو، عايزه حق ابني علشان انا افضل اشكر القانون واللي ويقول لي هم بيجيبوا حق للناس وما بيجيبوش على حاجه. ان شاء الله حقه ويجي، واحنا متابعين معاكم القضيه باذن الله. ان شاء الله.